كنا بنتكلم عن البنات اللي هي مشعره لجسمها زي الرجاله، او بتقول لك ازاله شعر الوجه، حلها ايه؟ دي بنعمل خطه علاجيه ليها، لازم الاول نشوف تحليل هرمون عندها، لان في بعض الاحيان بتكون بنات عندها هرمونات الذكوره مرتفعه، فلازم نشوف اي هرمون بالظبط زياده، وبنبدا نديها المضاد ليه. في احنا عندنا مجموعه من الاغذيه كتيره جدا بنسميها اغذيه مضاده للهرمونات. كانوا زمان بقى بيعملوا وصفات بسيطه جدا لازاله الشعر ده نهائيا، كان من الافكار القديمه ولقوها بتجيب نتائج هائله في اليمن. يعني كانوا بيجيبوا المراره بتاعت المعزه ويحطوها على نشادر، وبعد ما يشيلوا الشعر يروحوا دهنين بيها، فمرتين ثلاثه يلاقوا شعره ما يطلعش تاني خالص. يعني دي من الوصفات القديمه، ولكن انا انصح شخصيا بعمل تحليل هرمون، وبناء على تحليل الهرمون بتعمل خطه غذائيه، برنامج غذائي، وبيدي نتائج رائعه جدا، يخلي البنت فعلا ترجع ملكه جمال زي ما كانت.